جيت من منطقة ديال أزرارك، جينا أنا وليداتي نفطر في البحر ديال أكادير. كاين الأمان الحمد لله، كاين الأمان، كاين اللي بغى يفطرنا على إن شاء الله، راه الحمد لله كاين الأمان، الحمد لله على بلاج راه زوين الحمد لله. من أكادير وزيكاس ولا أكادير؟ أوه جينا هنا لأكادير نفطروا وكل شيء بخير وبركة، هو شيء اللي كنا نفطروا هنا في أكادير. يا سلام والجو، يا سلام هنا في أكادير. كيف كتشوفوا معنا الاجواء في بعد الافطار؟ كيكونوا العائلات والصحاب، واليوم كانت درجه الحراره عاليه بزاف. كنتمنى تجيو تزوروا مدينه اكادير، الاجواء فيها زوينه بزاف الصراحه. ما درناش ليها بلان، كانت اليوم درجه الحراره عاليه بحال الصيف، وفكرنا نفطروا حدا البحر، والحاجه اللي ما كتخططش ليها كتجي زوينه. ومدينه اكادير معروفه بالبحر وبصحة فطوركم، ورمضان مبارك سعيد. ميساج الناس اللي كيلوحوا الزبل، الشاطئ اعتبروه بحال البيوت ديالكم، بحال ديوركم، حيت الا تلوت الشاطئ ما غيبقاش المنظر فيه زوين، ما غاديش يجيو الناس يفطروا فيه. وحنا من العاده ديالنا حتى حنايا كل مره كنضموا مع الاخوان الشباب الاصدقاء، كنضموا افطار جماعي وكنجيو كنفطروا هنايا في الكورنيش ديال اكادير، خصوصا انه اليوم زعما يعني قررنا اليوم حيتاش داز النهار سخون، يعني كانت حراره هاد الايام، وجينا الكورنيش هنايا وقررنا اننا نديروا افطار حدا البحر. اجواء كيف ما كتشوفوا يعني اجواء بارده يعني في العاديه، والناس يعني العائلات والاصدقاء بيناتهم، يعني الناس واخدين راحتهم هنايا حدا البحر، وكل شيء تقريبا الناس منظمين، ويعني كل واحد خالقين واحد الجو رمضاني يعني زوين بزاف، كيعطي واحد سميتو واحد الصوره زوينه على العائلات المغربيه، كيفاش كيفطروا، كيفاش كيكون داك الاجواء ديال الافطار عندهم.